يا هلا، اهلا اهلا، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. الو، اليوم راح ندير لكم فقره تاع العنايه بالشعر. احنا نهضروا على العنايه بالشعر، كيفاش نحبسوا التساقط، كيفاش نعملوا شعرنا يقوى ويطول. الو، سورتو مور لاكوشمون، سورتو مور لاكوشمون ولا مور ستريس بزاف، باسكو الشعر علاش يطيح؟ كاسوا حاجه وراثيه، كاسوا عندكم ان مونك دو فير، ولا في الكور تاعكم عندكم لانيمي، ولا علاج ثاني اللحم، علاج الرضاعه، وتاني تعجل لو ستريس. فوالا، دونك المراه كي تستريسي لي زغمون تاعها كاع يتخلطوا، ومنها حاجه انه الشعر يتساقط. دونك الحاجه الاولى لازم تعرفيها انه لازم الحاجه تبدا من الداخل وتشعل للخارج. دونك لازم ديري ان بيلون تعرفيها التساقط من وين راه يجيك. فوالا، باش تقدري تعالجيه تاخدي دي كومبليمون اليمونتير، سي تري امبورطون. دونك اول حاجه هي دو بروند دي كومبليمون. هضرت لكم على بلوزور كومبليمون المرات اللي فاتوا، لي فيتامين هضرت لكم شحال من خطره، دونك اللي راجعين دروسهم على بالهم. وحاجه وحده اخرى، سيكندلي لازمكم كي تخلص تاخذوا لي فيتامين تاعكم وكلش، شغل سي تان باكيج. فوالا، لازم تعرفوا سي تان باكيج، ماكاش حاجه وحده تستعملوها وخلاص، لازم بلوزور ايتاب. وحاجه وحده اخرى، لازمكم الشامبو يكون بيان ادابتي لشعركم، ما فيهش سلفات، ما فيهش سيليكون وهاد العفايس، باش يعالج لكم شعركم، ماشي يدير لكم طبقه من الفوق فقط. فوالا، لازم تعرفوا الشعر، ادابتي شعركم، لازم تعرفوا نوعيه الشعر تاعكم ثاني، اذا مزيت، اذا مش مزيت، اذا نورمال، اذا سيك، اذا ابيمي، اذا كيرلي، اذا ستريت، هادو كاع لازم تعرفوهم باش تشرو البرودوي اللي يناسب شعركم. حاجه وحده اخرى وثالثه واللي تري تري امبورطون ثاني، اللي هي الماسك اللي تستعملوه لشعركم والسبراي اللي تستعملوه لشعركم. الوغ، فيما يخص هذا الشيء، انا عندي بون 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 بلان ليكم فيما يخص الماسك. هذا الماسك بزاف رائع، وسبراي بزاف رائع، حنعطيه لكم فيكولور سيل بلاك فرايداي ومديرين دي برومو، راح نعطيه لكم دوكا. نبدا لكم بسبراي. دونك كي تغسلي شعرك يكون بروبر، واش ديري؟ تحكمي لو سبراي هدايا و يو سبراي اون يور هير، ديري بش 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 في كامل لاغاسين تاعك، وتهبطي راسك للفوق للتحت، وتقعدي ديري دي ماساج هكذا في شعرك. فوالا، في لاغاسين بلوتو، ديري دي ماساج في لاغاسين، تستعمليه مره ايه نهار ايه نهار لا، نهار ايه نهار لا. فوالا، ديري سبراي تبشبشيه، فوالا تبشبشي على كامل لاغاسين، منا منا منا، وتبداي ديري دي ماساج وراسك للتحت، باش هكا الدوره الدمويه تاعك تتحرك بيان. هاولي، دونك هذا سي جولا مارك فلوري، هضرت لكم عليه بلوزور فوا، عندهم قلت لكم بروموسيون، دونك نخليها لكم في لافان. مي قبل نفهمكم، باسكو نحب نفهم بيان، باش هكا اول وحده ما على بالهاش وما تعرفش تتعلم، وكامل رانا نستفادوا مع بعض. دونك سي ان تونر اونتي شوت، هذا واش يدير؟ يحبس لا شوت. فوالا، دونك سي ان اونتي شوت. واش يعجبني فيه؟ سي كو سون سولفات، سون بارابان، اي سون سيليكون. سي تري امبورطون انكم كي تستعملوا دي برودوي شعركم ما يكونش فيهم هاد الثلاثه، هادي وحيد. فوالا، رجعوا الدرس. لو سبراي واش نديرو؟ كي ندوشو كونو مسامتنا مفتوحين، نديروه في شعرنا في لاغاسين، ونهبطو ونديرو دي ماساج. فوالا حبيبتي، ومن بعد شنو؟ استمرارية. فوالا، مديريش نهار بعد نهار، مديريش بعد تنسايه، باك عادي تفكري، تبداي روتين تواظبي عليها وتشوفي غير تاعك، سواء في لابو تاعك ولا في اي حاجه ديريها في حياتك، المواظبه والاستمراريه. دونك فوالا، لو سبراي هذا هو. حاجه وحده اخرى اللي هي لو ماسك. دونك لو ماسك اللي تري 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 امبورطون انكم تيتيليزيو ان ماسك لشعركم. واش عجبني في لو ماسك كابيلار تاعهم؟ اول حاجه انه مخدوم بالويل دافوكا، ويل دو جوجوبا، ويل دارغون، اي بور دو كاريتي. دونك هادو ما كامل ملاح وفيهم كاع الداخل، لا تيكستور تاعو سوبر، سون سولفات اي سون بارابان بيان سور. دونك تابليكيوه سوسوا في لا دوش، ولا تحبوا ديروه على شعركم ناشف كيما تحبوا. دونك سي ان ماسك تيتيليزيوه في لي دو، دونك سوسوا في لا دوش ولا افون لا دوش. دونك غندير سوبر سوبر برومو عندهم، دونك في السيت ديالهم، فيكم لو سيت لهنايا تدخلوا تشيكيو، اي كي تشريو واحد يعطيكم لو دوزيام ا موان 50%. فوالا، موان 50%. وحاجه وحده اخرى ثاني، سي كو لو ماسك ديالهم هذايا يعاون انه يقوي شعر، يطولو ويغديه. فوالا، اي لي سوبر فيه، قلت لكم لي زانغريديون اللي فيه بزاف بزاف مهمه، ونحط لكم فيديو في لي ستوري اللي راهم جايين من الكونت تاعهم، لا فيال ني با فوالي، باش تشوفوا الريزولتا في شعرها. Et puis voilà, c'est ma canne, on crée comme les prix ou de la livraison partout, c'est un peu vilain. Dis-leur bisous. Bye. On va faire du mal à l'aide de l'épargne.